XPeng Aerospace brand is a global brand in the future. So we are now in the researching process. We are making the step by step to the international market. And first, we select Dubai city, because Dubai is the most innovation cities in the world. And this is our first public flight globally. And this is our first step to the international. After this event, most of the medias and the public will see our flying car, and will be the very important base for the next generation flying car. هذه تجربة كثير مهمة وقرار شركة الصينية الأكشبنج التي تسوى فوق 20 بليون دولار هي من أكبر المصنعين للسيائر الكهربائية في الصين وحين هي تستبدع بالسيائر الطائرة فعندها إمكانيات للتجربة للتصنيع عندها مهندسين عندها قنوات لوجستية قنوات الصناعة فهي بتاخذ هالخبرة وهالمقدرة بتحولها الحين إلى السيائر الطائرة وطبعا حصلت أحسن شريك في العالم هي إمارة دبي هذه المركبات الله يسلمكم من الجي كلاس وطبعا الحكومة حكومة دبي المسؤولة عن تنظيم القطاع الجوي منظمين لهالفعالية والشركاء من 8 أشهر ما شاء الله يشتغلون ويانا وفاهمين رؤية الشركة فنحن هني ياسين نبني إطار أهم شيء مش مو بس المركبة ولكن الإطار اللي بنشتغل مع القطاع الخاص في إمارة دبي لتنظيم إطار أول مرة يستوي في العالم